كل سنة وانتم طيبين، وفي يوم جديد ومن عندي من قناتنا قناة ست البيت. وزي ما وعدتكم ان شاء الله خلال الشهر الكريم هكون معاكم باثنين معزومين اساسيين على سفرتنا دايما ان شاء الله، طبق شوربة وطبق سلطة. بس زي ما وعدتكم برضو مش هيبقى طبق شوربة عادي ولا طبق سلطة متداول معروف او حاجة عادية زي الاطباق اللي احنا بنحطها دايما على سفرتنا. شوربة وسلطة يمكن اساسيين دايما في كل بيوتنا وفي كل وجباتنا، بس في رمضان بالذات بنأكد جدا على حضور طبق الشوربة الاساسي وحضور المعزوم الثاني اللي هو طبق السلطة، لما فيهم افادة صحية، لما فيهم مية وفيتامين ومعادن تساعدنا ان احنا نكمل ساعات الصيام الطويلة السنة دي. ربنا يعيني ويعينكم جميعا يا رب. يوم جديد في شهر عظيم كريم يا رب، شهر مليء بالمغفرة وبالتسامح، ويا رب ان شاء الله يكون في يومنا الجديد بطبق الشوربة الجديد وطبق السلطة الجديد اللي انا قلت لكم هحاول كده ادعبس في كل مطابخ البلاد علشان نعمل حاجة مختلفة وجديدة. النهاردة هنكسر صيامنا من المكسيك. في كل الدول انا بحس المسلمين موجودين وبيصوموا، يعني مش بس في الدول العربية او في مصر، يعني موجودين في كل حتة حتى الاجانب. في المكسيك كمان فيها ناس بتصوم. دعبست كده وجبت شوربة مكسيكية وسلطة مكسيكية، يمي يمي يمي. تعالي نشوف شوربة المكسيكية عبارة عن ايه النهاردة. بس على طريقتي انا وبمقاديري المتاحة في مطبخي، عندي فلفل اخضر مطحون، عندي هو طبعا المكسيك كل حاجتهم سبايسيز يعني، بس احنا مش هنحط سبايسي علشان صيام. عندنا فلفل اخضر مطحون، عندي كزبرة خضراء، عندي بطاطا يعني ضمن فيتامين وحاجة كده تشبعني يمكن يعني لغاية السحور، عندي شوية لبن حوالي كوباية لبن، عندي صدر فرخة متبقي مثلا من وجبة امبارح من فطار امبارح، فبحاول اشغل على قد ما اقدر ريسايكلينج يعني اشغل على قد ما اقدر برضو من الحاجات اللي موجودة. عندي بصل مفروم وكوسة يعني الياف يعني هضم، يعني الدنيا ماشية كده. وعندي مشروم يعني مدخلة بروتين، 2 بروتين حيواني، ممكن نستغنى عن الفراخ لو مش موجود. تعالي نشوف هنبتدي الشوربة المكسيكية النهاردة في يوم جديد في شهر رمضان ازاي. اسخن بس الحلة شوية، يمكن الناس كلها يعني محدش هيستصاغ قوي اللي حاطة لبن على الشوربة. شوربة المشروم بنحط لبن، شوربة البطاطس بالكريمة بنحط لبن، في انواع شورب كتير قوي قوي بنحط فيها لبن. طعمها حلو جدا، عن تجربة انا بقول لكم ان طعمها حلو قوي، وكمان حاجة جديدة يعني هي مش الشوربة شوربة خضار بس. يعني هنحط حتة زبدة ومعاها شوية زيت زيتون، بس انا مش عايزاه يتحرق، شوية صغيرين بس كده. هيشغلوا بعض على طول، فعلى طول هنزل بالفراخ. بقولها لك تاني، لو ما فيش فراخ موجودة المشروم قايم بدور البروتين الحيواني اللي احنا محتاجينه. يعني والله انا بحاول على قد ما اقدر ان طبق الشوربة يمكن حتى يغني عن الفطار. يعني ليه؟ لان انا متعودة دايما في رمضان، انا بتكلم شخصيا يعني، بحاول على قد ما اقدر يعني، غير طبعا العصير والتمر واللبن الرايب والمية، طبق الشوربة وطبق السلطة هو ده الفطار، وبعد كده نبتدي نشغل المعدة تاني بكل الاكل بقى اللي موجود على السفرة. يعني انا هشوح الفراخ وهنزل عليها على طول شوية بصل، حوالي بصلة يعني حسب مقدار، انا بتكلم مقادير عمومي بس حسب المقدار اللي انتي بتطبخيه هو ده اللي هتحطي فيه الكميات بتاعتك. هحط شوية كزبرة خضراء، شوية فلفل اخضر، الفلفل مش حامي، هما اكلهم معظمه سبايسي، انتي عايزة تحطي سبايسي بس يعني في رمضان انا ما اعتقدش ان احنا نقدر ناكل قوي حاجات سبايسز علشان نسبه المايه اللي في الجسم عايزين على قد ما نقدر نحتفظ بيها، وكمان ساعات الصيام السنه دي طويله قوي، ربنا يعيني ويعينكم ان شاء الله جميعا، والجو حر كمان، فعلى قد ما نقدر يعني الفلفل الاخضر فلفل عادي بارد مش حامي بس فيه ميه، البقدونس يعني انا ضامنه ان فيه هضم، مفيش اي غازات، مفيش اي انتفاخات، مفيش اي روايح مثلا فم كريهه بعد الفطار. البطاطا الحلوه ممكن تستغني بيها عن بطاطس، بس البطاطا يعني فيتامين، يعني حاجه هتشبع يمكن لغايه السحور زي ما قلت لك. احط شويه بابريكا مكسيك يعني بابريكا على طول،
احط شويه بابريكا، واحط شويه كمون، والتوابل العاديه الملح والفلفل. يعني ريحه البقدونس مع الفلفل الاخضر عامل شغل عالي جدا، اللهم اني صايمه. وكده التوابل بتاعتي كامله، اقلب بس تقليبه بسيطه. انا عايزه ده بس يتشوح مع بعض، وعلى طول عايزه انزل. يعني اللبن هو اللبن قال الدقيق هو اللي هيربط لي سنه السمك بتاع الشوربه دي اساسها. هحط حوالي معلقه دقيق، واقلبها كمان تقليبه. هقطع المشروم لغايه لما ده يتشوح. المشروم انا مش عايزاه، يعني حتى لو شايفين الكوسه انا مقطعها كبير، انا عايزه الخضار على قد ما اقدر يكون، يعني الماده المعدن انا ما بحبهاش تدخل في الخضار كتير، علشان بالذات لو خضار فيه حديد، يعني علشان نسبه الفيتامين اللي في الخضار ما تتكسرش. يعني انا عايزه الخضار يبقى باين في الشوربه، وعايزه احس بطعمه. يعني هي حاجه مش وحشه طبعا ان انت تسيبي الخضار بحجمه الطبيعي، حتى لو سبت المشروم كده هيستوي برده في التشويح اللي انا عاملاه ده، ممكن ادخله في التشويح على طول زي ما هو سليم كده، بس عشان لو في ولاد صغيرين يعرفوا ياكلوه. فبقطعه تقطيع بس كده بسيط، تقريبا كده كفايه. هنزل على طول بالمشروم، وبرده هقلب تقليبه. يعني ريحه التوابل ما شاء الله مش قادره اتكلم عنها، يعني ريحه التوابل حلوه جدا جدا. هم لعبه المكسيك كله في التوابل بصراحه. وهحط الكوسه، الكوسه هحطها اخر حاجه لان هي ما بتاخدش، والبطاطا كمان انا مش عايزاها تتهري، يعني انا عايزه البطاطا احس كده بكسرتها كده في الطعم. يعني احط شويه كوسه، وهاخد البطاطا. بص الالوان حلوه ازاي، والطعم احلى كتير كمان، انا اضمن لكم ده، يعني انا شخصيا اضمن لكم عن تجربه. وعلى طول هنزل بحوالي كوبايه لبن. هو اساس الشوربه لبن، يعني انا هزود طبعا شوربه او هزود ميه، بس هو اساس الشوربه لبن. ممكن ازود كمان سنه ملح. وسنة بابريكا، انا عايزة لون البابريكا يبان في الشوربة، وطعمها كمان بيدي طعم حلو جدا جدا. اقلب بس الشوربة تقليبة بسيطة. الشوربة لو لقيتي ان هي استوت باللبن، ممكن هو معلقة كمان الدقيق، هي شوربة سميكة يعني قوامها بيبقى سميك. حسيتي ان الشوربة محتاجة، او طبق شوربة الخضار المكسيكي اللي احنا بنعمله محتاجة تكون سايلة شوية، هتزوديها شوربة او مية عادية. وفي الوقت البسيط ده انا حضرت طبق شوربة خضار مكسيكي، كان عبارة عن فراخ، فلفل اخضر، كزبرة خضراء، وبطاطا، وبصل مفروم، ومشروم، وكوسة يعني الياف اهم حاجة غالبا في الطبق النهاردة، الكوسة والبطاطا بالنسبة لي يعني. وعلى قد ما اقدر بحاول، على قد ما اقدر ان شاء الله انا اجيب لكم انواع شوربة مختلفة.
عشان يعني هو ضيف اساسي اه على السفره، بس يعني العين بتاكل قبل ما البق بيدوق، فنفتح نفس الناس كده بانواع جديده ومختلفه مش هتشوفيها غير من عندي بس من هنا خلال رمضان ان شاء الله، من عندي من قناتنا قناه ست البيت. هسيبك فاصل صغير قد كده عشان نرجع نشوف طبق السلطه المكسيكانو النهارده. بيفطروا في المكسيكان بسلطه ايه؟ احنا هنعملها عندنا هنا النهارده، هيبقى طعمها احلى بمراحل، وبرضه مش هتعمليها غير بعد الفاصل لما تشوفيها معايا. مستنياكي، اوعي تروحي في اي حته، ورمضان كريم عليا وعليكي ان شاء الله.